مساء الخير أحبائي وأعزائي، معكم قناة الملك والأمير. جاءنا خبر عاجل، اندلع حريق في شقة سكنية ناحية منطقة العمرانية بالجيزة أمس الأول. شاهد الجيران فأبلغوا الحماية المدنية التي توجهت على الفور وتمكنت من إخماد، ولكن تفاجأ الأهالي برجال الحماية يصطحبون جثتين أثناء خروجهم من الشقة المحترقة. تعودان لشخص وزوجته وكان متواجدين داخل الشقة أثناء اندلاع الحريق. يقال أن مقتل الزوجين بالعمرانية بفعل فاعل أشخاص مسيحيين، كما وصف شاهد عيان للقاهرة 24 أن الأهالي لم تكن تعلم عن أمر تواجد شخصين داخل الشقة المحترقة عقب اندلاع النيران بسرعة وضربوا دون أن يحاول أحد من الأهالي إخمادها، وما زاد شعورهم يقينا بعدم وجود أشخاص وعدم سماع أي استغاثات أو صراخ من داخل الشقة المحترقة، وتفيد بطلب للنجاة من الموت، لكن بمجرد رؤيتهم لجثث الضحايا اندهشوا لتواجدهم مسبقا وأسفوا على مصرعهم في الحريق. ولم يشتبه أحد في شبهة جنائية وراء هذا الحريق لعدم وجود عداوة بين الضحايا أو أي شخص. رجال الحماية المدنية أثناء تشلهم الجسامين الضحايا الذين تفحموا وتفحمت جثثهم لاحظ بعض الإصابات التي ظهرت على جسدهم رغم تفحمهم، فندب رجال الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار ونقل الجثتين إلى المستشفى. وبمناظرة الجسامين من قبل رجال التحقيق تبين العثور على بعض الطعنات بالجسد، وهنا تحقق وجود شبهة جنائية في الحادث، فتم نقل الجثتين إلى مشرحة زنهم التي كلفت الأطباء الشرعيين بتشريح الجسامين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياته حول الواقعة. وعكب رجال المباحث على مدار 24 ساعة على البحث عن هوية المتهم بقتل الزوجين باستخدام سلاح أبيض، وفرغوا الكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، واستمعوا للجيران وشهود العيان وأهلية الزوجين والأهالي بجميع، واتفقت رواية الشهود والجيران مع ما رصدته كاميرات المراقبة، وهو وجود أحد الأشخاص إلى داخل العقار ودخوله محل اندلاع الحريق وتواجد الزوجين وهبوطه قبل اندلاع الحريق بدقائق. وبتكثيف البحث الأمني توصل رجال المباحث إلى أن ابن شقيقة الزوج يعني ابن أخته هو مرتكب الواقعة، وأن دافعهم ارتكاب الواقعة هي السرقة. وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث اعترف بجريمته وأن الدافع السرقة، وذلك علميا أن خاله يمتلك مبلغ 4000 جنيها وأن زوجته تمتلك عدة مشغولات ذهبية، فاختمر في ذهنه سرقتهم. وما أن اكتشف ذلك حتى حاول منعه فاستل سكينا وطعنهما وأشعل النيران بالشقة ولاذ بالفرار، فتم إحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. ولا تزال التحقيقات جارية، ماذا يحدث وما الذي يتم؟ هل هذا هو العالم أصبح بذلك؟ هل أصبح هناك الكراهية لوصول هذه الدرجة؟ هل أصبح الكل لا يخاف الله؟ مجرد المال، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وأهلكها؟ حبيبي وعزيزي المشاهد، إننا في أيام لا يستطيع أحد أن يقول أنها أيام أصبحت سعيدة، أيام كلها مشاعر بالحزن والأسى، أيام كلها مشاعر من أجل الحفاظ على المال والبعد عن الله. كامل الوزير يقول عن عائلة ساويروس إنهم وطنيون حتى النخاع ومش هيسيبوا بلدهم أبدا، في وقت تبارك فيه أقلام وشاشات تعمل لصالح جماعات ضد الدولة في الهجوم على شركة أوراسكوم وعلى أسرة ساويروس، بعد اكتزاء عبارات من تصريحات للمهندس سميح ساويروس عن مناخ الاستثمار في مصر وضرورة إنهاء تعدد سعر الصرف لتحسين بيئة العمل. وتحريف تلك التصريحات بصورة تسيء للعائلة، أنصف الفريق كامل الوزير النقل شركة أوراسكوم التي تنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة العديد من المشروعات الوطنية المنتشرة
في ربوع مصر، وأكد كامل الوزير خلال حديثه مع برنامج على مسؤوليات المذاع على شاشة قناة صدى البلد أن أوراسكوم إحدى كبرى الشركات المصرية التي أثبتت نجاحها وجدارتها في كل المشروعات التي قامت بتنفيذها. وقال الوزير: وأوراسكوم شركة وطنية مصرية تعمل في مصر، وملاكها مصريون وطنيون ما زالوا وسيظلون يستثمرون أموالهم في وطنهم وسيموتون على هذه الأرض. وأضاف: أوراسكوم من كبرى الشركات التي تنفذ مشروعات بالتعاون مع القوات المصرية المسلحة، وأوراسكوم هي من أنشأت المدينة الرياضية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي من نفذت أيضا أعمال إنشاء مقر البنك المركزي في العاصمة، وهي تعمل كذلك في مختلف مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروع القطار السريع والمونوريل والخط الثالث للمترو ومرحلة كاملة من الخط الرابع. وأوضح الوزير: وأنا عارف ملاك أوراسكوم كويس وشغال معاهم من سنين، وهم ناس وطنيين حتى النخاع، ويفضلوا شغالين في مصر لحد ما يموتوا، وعمرهم ما يسيبوا بلادهم أبدا، وأوراسكوم بتعمل بها آلاف المصريين وبتنفذ مشروعات وطنية، وهي شركة ناجحة، وأنا أحب أشتغل مع الناجحين. وشركة أوراسكوم من الشركات العظيمة والشركات المرموقة اللي دايما ربنا بيباركها. البابا تودروس ماذا يقول؟ بيقول: إحنا محظوظين إننا نشئنا على أرض مصر، كنيستنا صوت مصري من كل دولة. قال قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المقصية: إحنا محظوظين كلنا إننا نشأنا على أرض مصر، وإن مصر هي الوطن بتاعنا، وإن كنيستنا مصرية. وأضاف أيضا في لقائه إياب صبحي بدير القديس الأنبا تونس بيبين الرئيس عبد الفتاح السيسي زار كذا بلد في أوروبا، ومصر وطن للكل يفتخر به أنه يعرفه. الكنيسة صوت المصرية في كل دولة، وإيماننا في كنيستنا بيخلي قلبي ينفتح للعالم كله. الإيمان العامل بالمحبة، نحن كمسيحيين نحب وطننا مصر الحبيبة، مصر الجميلة، مصر اللي بيسعى الكل أن يكون تحت رجليها. مصر هنفضل نقف دايما معاها، وعمر ما اي حد هيقدر ابدا يبعدنا عن مصر. سائق لودر يقتل المهندس فادي نبيل ميخائيل دهزا بالتجمع الخامس، شهود عيان وجه له تعليمات ونزل عليه بقفشار الفحل على دماغه. قال صفحة الشركات والمكاتب الهندسية: جريمة قتل حدثت بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث أقدم سائق لودر على قتل المهندس فادي نبيل ميخائيل. والله العظيم كده كتير اللي بيحصل في المهندسين، كل يوم مننا واحد يموت عمد وإيمان شير بعد إذنك عشان يجي حقه تم نقلها إلينا على لسان زمايله في الموقع من خلال رسالة الصفحة. وإحنا كمان المهندسين بنطالب النيابة التحقيق في الواقع وسؤال الشهود، محتاجين نعرف إيه حقيقة ما حدث لزمنا ومراجعة كاميرات الموقع ومحاسبة الشركة اللي معينا سواقين مش فاهمة ولا أدرانين، ومحاسبة السائق امبارح يموت في بيارة بسبب الإهمال، والنهاردة مهندس يتقتل على إيد عامل شهادة الزمايل. ويا فندم النهاردة حصل كارثة بكل المقاييس، أنا مهندس شغال في شركة مقاولات شايلة شغل من سودك اسمها شركة بيرفكت في كومباوند سودك بليت بالتجمع الخامس. النهاردة حصل جريمة قتل متعمدة لمهندس زميلنا في الموقع. ايوه زي ما بقول كده لحضرتك، وتقدر تتاكد من كلامي ده، الجريمه حصلت ان سواق لودر شغال تبع شركتنا هي بيرفكت لانهاء اثناء مرور مهندس فادي زميلنا مهندس المعماري بالموقع وتوجيه بعض التعليمات ليه، انه قام برفعه من على الارض بكبشه الحفار ثم القاه من اعلى على الارض، ونزل عليه بكبشه الحفار مرتين على دماغه لحد ما كل جزء من جسمه جاب دم بكميات مهولة. اللي تم ان الاسعاف جاءت بعد اكتر من نص ساعة، وللأسف نتيجة لان الموقع غير منظم وبيه بواقي اسياخ حديد في كل مكان، فما كان الا ان كوتش عربية الاسعاف انقطع وتعطلت بالموقع اكتر من نص ساعة اخرى. وبعد وصولها لما العربية وصلت رجال الاسعاف قالوا ان في نبض بسيط جدا، ولكن نتيجة الاهمال من شركة سودج فارق المهندس الحياة وفاضت روحه الى الحياة. وأشار: والشيء المستفز أكثر أن يجي شخص مريض والله ما يقال عليه أنه غير أنه مريض، وبالمناسبة ده مهندس ماسك منصب في سودك، ويزعق للناس اللي كانت ملمومة لتحاول تكلم طعم الإسعاف أنه لو ممكن يتنقل بسيارة ملاكي بعد وضع جهاز التنفس بها أو أي شيء مهم يلحقه المهندس، لكن هذا المريض يزعق ويقول لهم ابعدوا العملاء اللي جاية تشتري الشقق، لو شافوكوا كده هيخافوا ومش هيشتروا. تخيل يا صديق روح إنسان مهندس في رعان الشباب أهله صرفوا عليه دم قلبهم
أرخص من تمن شقة عند صديق تلك الشركة الظالمة بمؤنسيها الظالمة. طبعا بعد كده جات الشرطة وسواق الحفار ده خدوه. طبعا السواق ده قصة تانية خالص، مرة بقول لك يقول لك أنا عملت كده أصلي علي عفريت، ومرة يقول لك أصلي مهندس فادي مسيحي وأنا عندي مشاكل مع المسيحيين، والظاهر طبعا إنه بيحاول ينفذ من جريمته، بس طبعا الواقعة أو يقلل من جريمته وأكيد طبعا واحد زي ده بيتعاطى حاجة ليه. شركة زي سودك ما تعملش أو تجبر الشركات اللي شايلة شغل منها إنها تعمل تحاليل مخدرات زي الناس اللي عندها. أرجو مع رسالتي ضرورة عشان حقه يرجع، وبرضو هبعت لحضرتك صورة المهندس المقتول ولينك حسابه على الفيسبوك. أشكركم وأتمنى ليكم الخير. عفوا في الآخر بنقول رحم الله هذا الشهيد العظيم فادي نبيل ميخائيل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتقدير، وأتمنى لو أن الفيديو